بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الاساتذه وباسم الاداريين والمؤطرين كندوء بهذا التهجم هذا والاساءه والاهانه اللي تعرضنا لها من طرف واحد مسؤول في الجيش كيتبجح علينا بالقوه ديالو والسلطه، وحنا كنطالبوا من السلطات المحليه التدخل والتحقيق في هذه النزيله هذه من اجل تحقيق العداله في الحق ديال الاساتذه والمعنيين. وحنا في ازيد من 10 سنوات وحنا قدامين في ظروف تربويه تعليميه ما عمر تعرضنا لهذه الاساءه، وحنا كنطالبوا الاباء المسانده والاباء متفاهمين في هذه الوضعيه. باسم الاساتذه نتاع مؤسسه اتري والطاقم التربوي والاداري كندوا بشده بهذا التصرف اللي داروا. واحد الشخص هو اب واب عادي ولكن حسب على نفسه انه اكثر من السلطه اكثر منا، وجاء وعامل لاصحاب المؤسسه هنا واخد معامله سيئه، وهذا مس لنا ككل كاساتذه وكاطر تربويه وككل. يعني هذا الشخص خص في الحقيقه ما يتعداش الحدود ديالو ويتفهم انه داخل مؤسسه واحسن مؤسسه تربويه مؤسسه اتري بالناظور، ويشهد لها الكثير بالسمعه الطيبه والاطر التربويه كلها ذات كفاءات جيده. يعني احنا كندوا بشده باسم كل واحد هنا بهذا التصرف، وما نتمناوش انه يتعاود مره اخرى لانه اهانه لنا، اهانه لكل مغربي واهانه لكل استاذ واستاذه.